تستمر مباحثات المركز والاقليم بشان قانون النفط والغاز المثير للجدل منذ سنوات وما بين ضمان الحصص قانونا ودستورا تبقى حركه الاخذ والعطاء ساكنه بين الطرفين. قيد المناقشه والدراسه، قانون النفط والغاز يعود الى نقطه الجدل مثلما حصل معه في الدورات البرلمانيه السابقه. فقرار المحكمه الاتحاديه بعدم دستوريه قانون النفط والغاز لحكومه الاقليم هو المسير والاساس لمقترح قانون النفط والغاز الموجود في البرلمان يقول قانونيون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يكون خارطة الطريق لقانون النفط والغاز الذي يروم البرلمان العراقي تشريعه وفي حال عدم إقرار هذا القانون فإن عملية استخراج وتصدير المنتوجات النفطية من قبل أقليم كردستان هي غير دستورية استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألزم أقليم كردستان بتسليم المنتوجات النفطية للحكومة المركزية الاتفاقات السياسية المسبقة داخل تحالف إدارة الدولة طرحت هذا هذه القوانين قبل تشكيل الحكومة الحالية لكن الإقليم غير مساراته إلى الدعوة لإقامة تفاهمات جديدة تخص قانون النفط والغاز وكيفية إدارة القطاع النفطي بالسياقات التي تحافظ على صلاحيته الموجودة ان هناك طرف وربما نسميه بالاسم الجانب الكردي يضغط بقوه على تعطيل هذا القانون لانه يضرب مصالحه كما يراها من نفسه كانت هناك اتفاقات ولكن اليوم الجانب الكردي قد يقدم تنازل من جانب حصته في الموازنه من 17 قد يرضى بال14% لكن مقابل ان لا يمرر هذا القرار يجمد او يرحل وفي حال تم ترحيل قانون النفط والغاز ذا الاهميه الكبيره في تنظيم الجانب النفطي الى الدورات البرلمانيه اللاحقه، ستبقى عمليه تصرف الاقليم بالنفط غير دستوريه، وهذا ما سيؤثر على حصتهم الماليه في موازنه 2023. قانون النفط والغاز ما يزال في ادراج البرلمان رغم الحراك السياسي الاخير بين الكتل الموجوده في الاقليم وبغداد لاقراره بعد حسم الاتفاق علي فقراته دستوريا وفق قرار المحكمه الاتحاديه احمد ليث بغداد الربيع